هاد الايام. اليوم كيما العاده جيتكم بوصفه جديده، حويجه صيفي خفيفي بنينه، العباد الكل نتصور تحبها، اللي هو شباتي المهديه. ياسر بنه وياسر خفه والغوسيت ياسر سهله، واليوم بقدره ربي باش نعملوه على اصول. وقبل هذا الكل ما تنساوش تدعموني باشتراك القناه وتفعلوا الجرس باش اول ما نهبط فيديو جديد يوصلكم نوتيفيكاسيون. وتوا يلا نبدا. بالنسبه للمكونات باش نستحقوا ارطل فرينه، مغرفه كبيره سكر، شويه ملح، ربع كاس زيت نباتي او زيت زيتونه كما تحبوا نتوما، باكو خميرة خبز هذه فيه 7 غرامات، اذا كان باش تعملوا كيلو حطوا 10 غرامات. وبالطبيعة باش نستحقوا الماء دافي للعجنين، ما يكونش سخون برشا وما يكونش بارد برشا. وتوا اجي نوريكم طريقة الاعداد. اول حاجة باش نحط باكو كامل خميرة خبز ونضيف عليها مغرفة كبيرة سكر اللي باش يحفز المفعول متاع الخميرة. نضيف توا الماء يكون دافي كما قلت لكم، لازموش يكون سخون سينا الخميرة تتحرق. نخلطو مليح مليح، نخليوها 10 دقايق حتى لين تطلع معانا الخميرة، ومن بعد نكملو. توا كيما تشوفو خمرت مليح مليح، باش نبدا نضيف في الفرينة. بسم الله، نحط الكل ونضيف الزيت. بالطبيعة ما تنسيوش الملح، مغرفة صغيرة ملح، ونلم كل شيء بيدي، وديما تخليو بحذاكم الماء اون كاو اذا كان باش تزيدو. نلموها هكايا مليح مليح. وتوا بعد ما تلمت بالكدا يلزمنا نعجنوها بالباهي حتى لين تولي عجينة ملسي، وفي نفس الوقت كي تسموها تكتك تعرفوها اللي هي تعجنت بالباهي. عجنت العجينة متاعي مليح مليح كما تشوفوا. وتوا باش نغطيها بالبابي سيلوفان، المهم تغطيوها في الجيب الكل، ما تخليوش الهواء يدخل لها، وباش نخليها ترتاح مدة ساعة حتى لين يتضاعف الحجم بتاعها، ومن بعد نرجعو نخدمو بها. بالنسبة لشباتي المهدية الأصلي يكون بالعظم مصموت هكايا مفروش، شوية معدنوس وبصل، طن هريسة، وشوية فخوماج يكون كاغي وإلا المثلث ولا حتى هذية مش مشكل، وإضافة من عندي أنا زايدة باش نزيد الموتزاريلا. وتنجموا بيان سور في بلاصه الطن تعملوا اسكالوب، تعملوا اللي تحبوا عليه نتوما. وكما تراوني العجينه نتاعنا حضرت خمرت مليح مليح باش نحي منها الغازات، وجبت هوني شويه زيت باش نخدم بهم. يلا توا باش نبداو بشويه بشويه. بسم الله، نخرج هكا الغازات الكل نتاع التخمير من الفوق، ناخذ شويه زيت في يدي. بسم الله، هوني زاده نعمل هكا بزيت، وناخو بشوية نعمل ساعة. أول حاجة أكعب صغار مش كبار برشا هكايا، ياسر سهلة راه ما فيها حتى شيء، ياسر بنينة. توا شنو باش نعمل؟ نحط شوية زيت هكايا ونحل بالكعبة. بسم الله، نحلها على قد ما نجم، لازمها تكون رهيفة ما تكونش خشينة باش هكاكا تطيب من داخل ومن البر. اعملوا شوية زيت باش تعاونكم في الحلات، خاصة الجنابة. شوية هريسة هذه حارة تشوي، دونك باش نحط منها جست شوية مش برشا،
حط فرماج، حطوا جبن طويبة تحبوا كما تحبوا حسين. المهم فرماج تارتيني حلها هكا على كامل الكعبة. نضيف توا العظم، التون كما قلت لكم التون تنجموا تعوضوا باللي تحبوا عليه انتوما، شويه معدنوس وبصل. وباش نضيف لها الموتزاريلا، هذه اختياريه انتوما تنجموا تضيفوه تنجموا لا، حاجه اختياريه. وتوا باش نسكرها بسم الله، هوب سكروها مليح مليح. عادي راه حتى كانت تنقاب شويه نورمال تنجم تتلم هكايا صافا، سكروها بالباهي. اول باش نهزها ونحطها على المقله، ديجا حطيتها تسخن. نجم تحطوها على مقله هكايا عاديه ولا حتى نتاع الملاوي ولا اللي تحبوا حاسيلو. بسم الله ونقلبها. ها ريتو ما شاء الله. باش نكمل الكعبات الاخرين بنفس الطريقه كيما هكا، نحلهم العجينه ياسر محلاها تمشي معاكم. نحطو كيما العادة شوية هريسة، نحط الفخماج ونخلطهم مع بعضهم هكايا على كامل الكعبة. بنا 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 حسيل وما نحكي لكمش. نحطو توا العظم والتن المعدنوس والبصل ونضيف عليها الموتزاريلا ونسكرها مليح على جنب الكل. تنجمو تستعملو فرشيتة كيما تحبو الحاسيلو ولا تلويوها اللي تراوه صالح. انا نسكرها هكا سبا ديجا تلصق في بعضها. وديما قلبوها في نفس الوقت، يلزمكم تطيبوها على جنب الباهي باش ما تقعدش نيه خاصة في الزون هذه. توقفوها هكايا وتخليوها تطيب على راحتها هكايا. باش نحل لكم كعبة ونوريكم من داخل كيفاش. بسم الله يام 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 ما شاء الله. عجبتكم الفيديو متاع اليوم وتجربوها كيما العادة وتبعثوا لي الفيدباك متاعكم على انستغرام. نشوفكم في فيديو جاية، باي باي.